الرئيس السيسي وجهه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بوتين يدعو الدول المجاورة إلى عدم الانخراط في مسارات التصعيد. تواصل فعاليات معرض يارنا للحرف اليدوية بمشاركة 350 عارضاً، 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، آخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين. جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تفقد الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار في منطقة مسترد، امتدادا لمحور عدلي منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو التي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري. كما تفقد الرئيس السيسي استكمال الأعمال الإنشائية في محور شينزو أبي الذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بطريق السويس وطريق الدائري، وذلك بطول 15 كيلومتر وبواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه، كما يتضمن 10 كباري علوية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق. دكتور حسن، تفقد السيد الرئيس لعدد من المحاور الجديدة التي تربط ما بين شرق القاهرة وغربها، دور هذه المحاور في تيسير حركة المرور والتخفيف من التكدس في الانتقال من مكان إلى آخر؟ مساء الخير على حضراتكم والمشاهد الكريم. طبعا الجولات الميدانية اللي بيقوم بها فخامة الرئيس عودنا على متابعة المشروعات القومية على أرض الواقع بما فيها قطاع النقل، وفي الواقع قطاع النقل يحظى من 2014 بدعم الدولة والقيادة السياسية باعتبار أن هذا القطاع بيدعم خطط التنمية اللي بتقوم بها الدولة بعد ما أكملنا المشروع القومي للطرق اللي هدف إلى ربط مفاصل الدولة ببعضها. كان الاتجاه والتوجيه من القيادة السياسية بحل المشاكل المرورية اللي موجودة داخل المحافظات من خلال فتح رئة مرورية. هذه المحاور اللي يتحدث عنها التقرير اللي حضرتك قلتيه وغيرها هي بمثابة رئة مرورية بتحول المحاور اللي كان فيها ازدحام على مدار الساعة إلى محاور بها انسيابية لحركة المرور، وده لتخفيف العبء على المواطن في التنقل ورفع المعاناة والوقت اللي كان بيهدر في الطرق وفي يعني الاختناقات المرورية اللي موجودة. كل هذه الأمور لها مردود إيجابي على سرعة نقل المواطنين وسرعة الحركة وتوفير الوقت وتوفير كمان الحد من الانبعاثات الغازية اللي بيكون لها تأثير بيئي سيء، بالإضافة إلى أن هذه المحاور بيتم بالتوازي لتطويرها تغيير الوجه الحضاري للمناطق اللي بتمر فيها هذه الطرق. يعني الأمر لا يقتصر على الطرق ولكن يقتصر على الطرق وعلى المناطق الخدمية المحيطة وغيرها من المشروعات اللي بتكون بالتوازي لهذه المشروعات الخاصة بالطرق. نعم، الجانب الآخر هذه البنية التحتية القوية والرابطة بين العاصمة القديمة إذا جاز التعبير أو القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يمكن أن تسهم به في عمليات التنمية وتغيير وجه الحياة بالشكل الأمثل بالنسبة للتيسير على المواطن المصري؟ شوفي، هو أي مدينة جديدة بتاخد يعني دورة علشان يحصل إكمال للإعمار في هذه المدينة الجديدة، هذه الدورة بتصل من 10 ل 15 سنة.
عشان الدولة تسرع من معدلات الإعمار في المدن الجديدة بشكل عام وليس فقط العاصمة الإدارية، كان لابد أنها توفر شبكة نقل وربط قوي ما بين هذه المدن الجديدة وما بين القاهرة من خلال شبكة نقل بري، من خلال محاور وطرق تم إنشائها، من خلال توسعة الطرق المؤدية إلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إنشاء وسائل نقل سريعة زي المونوريل وزي الـ LRT. وكل هذه الوسائل تعد بدائل للنقل، يعني تتماشى مع كل متطلبات المواطن للعمل أو السكن أو الاستثمار في المدن الجديدة بشكل عام وفي العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبار أن الدولة ستنقل الوزارات والمصالح إلى العاصمة الإدارية. فمن المتوقع أن هيكون في حجم طلب على النقل كثيف، لابد أن أنا أوفي هذا الطلب بشبكة طرق جيدة وأوسع المحاور اللي موجودة وأنشئ محاور جديدة، علاوة لأننا أوفر وسائل نقل عام وجماعي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق. شدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره تعاونا مبنيا على التضامن الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الشيوخ خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي. وخلال كلمته أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى نجاح التعاون بين بلدان الجنوب في تقليل الاعتماد على برامج مساعدات البلدان المتقدمة وإحداث تحول في ميزان القوى الدولية، مشيرا إلى أن مصر لم تدخر جهدا في توطيد أواصر التعاون في المجالات كافة. وصلت وزارة الداخلية الاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان في استراتيجياتها الأمنية، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. كما يتم العمل على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضرية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. للمزيد نتابع هذا التقرير. تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. وفي خلال شهرين تم الإفراج عن عدد 3763 نزيلاً تحت شرط وعفو رئاسي، نقل عدد 408 نزيل إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، تنفيذ عدد 99,073 زيارة، إتاحة مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 20,003 كتاب. مشاركة عدد 3046 نزيلا في الهوايات المختلفة. وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، تم إيفاد قوافل طبية لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتوقيع الكشف الطبي على 12,863 نزيلا، وصرف العلاج اللازم لهم بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على العيادات المختلفة بمراكز الإصلاح والتأهيل 24,427 حالة، وعرض 5,101 نزيل على مستشفيات خارجية، إجراء عدد 219 عملية جراحية بمستشفيات قطاع الحماية المجتمعية، عرض 112 نزيلاً على اللجان المختصة للنظر في مدى استحقاقهم للإفراج الصحي، استمرار تطعيم كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا. كما قامت الوزارة بتنظيم عدد من الندوات والزيارات لعدد من السفراء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية وممثلي بعض المنظمات الدولية. وأشاد الضيوف بتجربة الوزارة في إنشاء مركزي الإصلاح والتأهيل بدر ووادي النطرون وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجال التنفيذ العقابي. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان
التي تستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. اطلع قطاع الوثائق بإنهاء إجراءات 1325 طلب استخراج وتحديث للأوراق الثبوتية لعدد من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن بعيدة عن الزحام. قيام قطاع الأحوال المدنية بإفادة قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ب14 محافظة على مستوى الجمهورية، تم من خلالها إصدار 76,628 بطاقة رقم قومي و 123,994 مصدرات مختلفة، إفاد وفد من الوزارة لعدد من دور رعاية الأيتام والمعاقين وعدد من المستشفيات بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتقديم المساعدات العينية للنزلاء المتواجدين بها وتوقيع الكشف الطبي على بعضهم وصرف العلاج اللازم لهم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يستعرض أبرز الجهود المصرية لتأمين إمدادات القمح، وذلك في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على معدلات إنتاج وتصدير ذلك المحصول الاستراتيجي. وأوضح المركز أن التحرك المصري لتأمين إمدادات القمح استبق الأزمة الأوكرانية الروسية بسنوات عدة، موضحا أن القيادة السياسية في عام 2017 قد تنبهت إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلا لتغطية احتياجات 18 يوما فقط في ظل هذا الوقت، مما دعا الدولة المصرية إلى إطلاق أكبر مشروع قومي لإقامة صوامع الغلال لزيادة قدرات التخزين، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 4 أشهر حاليا. أشعل لهيب الأزمة الروسية الأوكرانية أسعار القمح عالمياً، حيث تسهم البلدان بأكثر من 25% من إنتاج وصادرات القمح العالمية، ومع اندلاع الأزمة بينهما قفزت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. ورغم تصاعد المخاوف فإن مصر أحرزت السبق بسنوات لتأمين ملف القمح، وفي حين تنتج مصر 9 ملايين طن من القمح سنوياً وتستورد النسبة الباقية لتغطي استهلاكها 19 مليون طن، فإن مصر عملت دائماً على خلق بدائل تحفظ الأمن الغذائي وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال مشروعات كبيرة تتوسع في زراعة القمح ومصادر أخرى متنوعة. وقد نجحت مصر في تنويع استيراده من 16 دولة لتنهي بذلك عصر الاعتماد في سد احتياجاتها على دولة واحدة. أطلقت مصر أكبر مشروع لصوامع الغلال والتي تدار بأحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم، فقل الفاقد وزادت الساعات التخزينية للقمح لترتفع من 1.2 مليون طن فقط في 2014 إلى 3.4 من 10 ملايين طن حالياً. فزاد الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ولم يكن يكفي إلا 18 يوماً في 2017 إلى أن أصبح الآن يغطي احتياجات أكثر من 4 أشهر. ولقد زادت مساحات القمح المزروعة خلال عام 2017 من 2.9 من 10 مليون فدان إلى نحو 3.6 من 10 ملايين فدان في 2022 بفضل المشروعات الزراعية الجديدة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتشكى وشرق العوينات. وتستهدف مصر في 2023 زيادة رقعة القمح المزروعة بنحو 500,000 فدان، ثم بنحو 1 مليون فدان في 2025، لكي تحدث فارقاً كبيراً بتوفير 16 مليار جنيه من إجمالي فاتورة استيراد القمح التي تبلغ حالياً 22 مليار جنيه. ولقد واصلت مصر تحركاتها الاستباقية في ملف القمح طوال 8 سنوات، بما يشهد لها ولقيادتها السياسية الواعية
بأنها قادرة دائما على تخطي الصعاب وحفظ الأمن الغذائي للمصريين من أجل حاضر مشرق ومستقبل أكثر ازدهار. في إطار الجهود المتواصلة للدولة من أجل رعاية المواطنين بالخارج وخاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا، فقد نجحت السفارة المصرية في المجر في ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا معظمهم من الطلبة إلى القاهرة اليوم. تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية. كما تقوم السفارة بالعمل على توفير أماكن الإقامة المؤقتة للمواطنين المصريين القادمين إلى المجر من أوكرانيا على إثر الأحداث الجارية، فضلا عن تقديم كل سبل الرعاية. أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن. وقال بيسكوف إن هناك الكثير ممن يدعمون تصرفات روسيا في أوكرانيا وأن هناك من يسيء الفهم، وأضاف أن عليهم الاتحاد حول الرئيس بوتين في هذه الظروف الصعبة بغض النظر عن الخلافات. وفيما يتعلق بالمفاوضات بين كييف وموسكو في بيلاروسيا، دعا بيسكوف إلى ضرورة إجراء هذه المحادثات بصمت وعدم الجهر بما يتم في هذه المفاوضات. من جهته دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول المجاورة لعدم تصعيد العلاقات أو إساءتها مع روسيا، وأشار إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها. كما أكد الرئيس الروسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في مراسم رفع العلم الروسي على العبارة المارشال روكوزوفسكي أنه لا توجد نية لروسيا للإضرار بعلاقاتها مع جيرانها، ولا توجد نية تصعيد المواقف والمساهمة في تدهور الأوضاع، موضحا أن بلاده ستفي بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها. وقال الرئيس الروسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بحسب بيان الكرملين بأن العملية العسكرية في أوكرانيا يتم تنفيذها وفقا للخطة وستستمر حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها. وذكر الكرملين في بيانه بأن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا أيضا بعض القضايا المتعلقة بالجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا والتي جرت أمس في بيلاروس، حيث جرى الاتفاق على إجراء مزيد من الاتصالات، ومشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي أكد دعمه لبوتين بشأن الإجراءات والعمليات العسكرية في أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتزام بلاده تعزيز الشراكة مع القارة الأوروبية للضغط على روسيا، وذلك بهدف وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأوضح بلينكن بأن اختيار روسيا للهجوم على أوكرانيا هو أمر غير مبرر وله تداعيات سلبية، مشيرا إلى مواصلة التنسيق بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا.
نرى جميعا الصور التي والفيديوهات التي تصلنا، ويجب أن يتوقف الأمر. نحن ملتزمون لبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، وسننسق بيننا، ونعرف أن الأمر حيوي، ولكن يتخطى الأمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بل هذا الاعتداء وتهديد واعتداء وعدوان سيشمل العالم برمته. من جهته، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيف بوريل على ضرورة أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الأسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، بالتوازي مع فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا لإيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا. قال الأمين العام لحلف ناتو يانس ستولتنبرغ إن الهجوم على محطة نووية أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. وخلال مؤتمر صحفي، أكد ستولتنبرغ بأن الأيام القادمة ستكون هي الأسوأ من حيث المعاناة والدمار، لا سيما مع استخدام القوات الروسية للأسلحة الثقيلة. شهدنا هجوم ضد محطة نووية في الأمس ومقتل وإصابة عدد من المدنيين. الأيام المقبلة ربما أو ستكون أسوأ على الأرجح، مع مزيد من المعاناة والوفيات والدمار. القوات العسكرية الروسية تستخدم أسلحة ثقيلة أكثر فأكثر، وتستمر باعتداءاتها في أنحاء البلاد. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوروجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والتي تعد الأكبر في أوروبا. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو إن بلاده تمتلك 15 مفاعلا نوويا، مشيرا إلى أنه إذا حدث انفجار فستكون نهاية كل شيء. وشدد الرئيس الأوكراني على أنه فقط التحرك الأوروبي الفوري هو ما يمكنه أن يوقف القوات الروسية. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأنه لم يلحق ضرر بالمفاعلات في محطة زاباروجيا النووية. وخلال مؤتمر صحفي، أشار غروسي إلى أن طاقم العمل الأوكراني لا يزال يدير المنشآت النووية في حين تسيطر القوات الروسية على المنطقة. تم تعرض إحدى المحطات للخطر. طبعا نحن محظوظون أنه لم يكن هناك أي صدور أو إشعاعات، وطبعا إن سلامة المفاعلات طبعا بنفسها لم تتأذى، ولكن نحن نتوافق جميعا على هذه المبادئ. وطبعا الكلمات يجب أن يكون لها معنى، ويجب أن نعمل بهذا الإطار. وبالنسبة لنا الآن حان وقت التصرف، يجب أن نقوم بشيء إزاء ذلك. وأنا طبعا تكلمت معكم بشأن أن أوكرانيا طلبت أو تقدمت بطلب للمساعدة العاجلة لنا، أو تقدمت لنا بهذا الطلب. إذن ما يحدث أمر بغاية الأهمية، والمخاطر التي قد نواجهها جميعا إذا ما استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه من دون أي تعزيز ومن دون أي إعادة تجديد للالتزام بهذه المبادئ. حبس العالم أنفاسه مع وصول العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى إحدى محطات إنتاج الطاقة النووية، وهي محطة زابوريجيا. موقف أصاب العالم بالقلق ومخاوف سيطرت على الجميع خشية حدوث ما لا يحمد عقباه. السلطات الأوكرانية أعلنت صباح اليوم أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب شرقي البلاد، فيما لم يرصد أي تسرب إشعاعي بعد إخماد الحريق. وأوضحت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية أن القوات الروسية تسيطر على أراضي المنشأة النووية التي تعرضت لضربات روسية، كما أعلنت الوكالة أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي. وكانت أوكرانيا أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة. وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية
الروسية في محطة زابوريجيا لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك، وأنه لم يحدث تغير في مستويات الإشعاع. هذا ويوجد في أوكرانيا 15 مفاعلاً نووياً، وفي حال تعرض أي من المنشآت النووية لأي استهداف فسوف تتحول مناطق شاسعة في أوروبا وروسيا إلى مناطق غير صالحة للسكن لعقود قادمة. وفي أسوأ السيناريوهات قد تدمر الانفجارات أنظمة احتواء المفاعل والتبريد، مما يؤدي إلى إطلاق نشاط إشعاعي من قلب المفاعل، بما يفضي إلى كارثة أسوأ بكثير من كارثة فوكوشيما عام 2011. هذا وتوالت ردود الأفعال العالمية على الهجوم الذي تعرضت له محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وتعد المحطة هي الأكبر في أوروبا من حيث سعة الإنتاجية. We'll be right back.
تتواصل في أوكرانيا العمليات العسكرية الروسية وسط مساع دولية لإثناء موسكو عن الخيار العسكري وسحب قواتها. هذا ويمثل الهجوم الروسي على أوكرانيا خطورة كبيرة على أمن القارة الأوروبية والعالم برمته في ظل المواجهة المحتدمة بين روسيا والغرب. والمزيد مع زميلة رغدة أبو ليلى. أهلا بكم. بينما يحبس العالم أنفاسه لمتابعة تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا وما ستؤول إليه التوترات بينهما، تتجه الأنظار صوب الدولتين وتحديدا لرصد قدراتهما العسكرية في محاولة لتوقع نتائج حرب يقول الغرب إنها باتت وشيكة. وفقا للمعلومات التي نشرها موقع جلوبال فايف باور الدولي والمختص بالشؤون العسكرية واللوجستية، نجد أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش الأوكراني المرتبة الثانية والعشرين. وعلى صعيد حجم موازنة الدفاع للجيشين، نجدها في الجانب الروسي تصل إلى 154 مليار دولار، بينما تصل موازنة الجيش الأوكراني إلى 11.8 مليار دولار فقط. على جانب آخر، نجد أن روسيا لديها ما يقرب من 850 ألف جندي في الخدمة الفعلية مقابل 200 ألف جندي في الجيش الأوكراني. تفوق روسي في العدة والعتاد بفارق كبير وفقا للأرقام الرسمية، تجلى خلال مقارنة موقع جلوبال فايف باور الدولي بين الدولتين. بذلك نجد أن الميزان نظريا تميل كفته ناحية الجانب الروسي، لكن حسابات الواقع لها رأي آخر، فأوكرانيا ليست وحدها على الجبهة، بل تقف معها الولايات المتحدة والغرب ممثلين في حلف الناتو. وبالاقتراب من قدرات حلف شمال الأطلسي الناتو، نجد أنه يتكون من 30 دولة بينها الولايات المتحدة، والتي يعد جيشها أضخم الجيوش المشاركة في الحلف، كما يصنف الناتو أنه أضخم تحالف عسكري في العالم. وبحسب موقع جلوبال فايف باور الأمريكي، نستعرض مع حضراتكم الترتيب العالمي لأقوى جيوش في حلف الناتو. وبطبيعة الحال يتصدر الجيش الأمريكي التصنيف العالمي بقدرات عسكرية، قوامها 13,247 طائرة و 6,612 دبابة و 45,193 مدرعة، بينما يتكون الأسطول الحربي من 484 وحدة بحرية. ثم يحل الجيش البريطاني في المركز الثامن، ويمتلك 693 طائرة حربية و 227 دبابة و 5,015 مدرعة، يتكون أسطوله الحربي من 75 وحدة بحرية. وفي المركز الحادي عشر يتربع الجيش الإيطالي، حيث يمتلك 862 طائرة حربية و 200 دبابة و 6,908 مدرعة، كما يتكون أسطوله الحربي من 184 وحدة بحرية. وفي قائمة أقوى 10 جيوش بحلف الناتو، نجد كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا ثم بولندا واليونان. القدرات العسكرية للحلف تحركها المبادئ السياسية، وأبرزها البند الخامس للدفاع المشترك، والذي يلزم كل دولة عضو بالمشاركة في الحرب مع أي دولة أخرى تتعرض لاعتداء. هكذا تبقى المقارنة بين روسيا وأوكرانيا كغيرها في النزاعات، دائما ما يكون للأرقام حديثها النظرية، وتكون للحسابات السياسية وعواقبها القول الفصل، ويبقى الحل الدبلوماسي السلمي هو الخيار الأفضل للجميع. قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أوفلاف سوليتش تحدث هاتفيا مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا موسكو إلى وقف فوري للهجوم على أوكرانيا. وأضاف المتحدث في بيان أن تشولتس دعا بوتين أيضا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس الروسي أن جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستعقد خلال أيام، معربا عن أمله في أن تتخذ أوكرانيا موقفا إيجابيا خلال المحادثات مع روسيا، مشددا على ضرورة استجابة كييف لمطالب موسكو.
قالت الحكومة اليابانية إن زعماء مجموعة الكواد الدولية المتمثلة في اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند استنكروا أي استخدام أحادي الجانب يتم بالقوة لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وخلال اجتماع افتراضي ذكر بيان مشترك لقادة الرباعية الدولية بأن الديمقراطيات الأربعة الرئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ اتفقت على إطلاق آلية جديدة للمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث التي ستوفر قناة للتواصل تستجيب من خلالها كل دولة لتداعيات الأزمة في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه بحسب آخر معلومات استخباراتية بشأن الحرب في أوكرانيا فإن مدينة ماريوبول ما زالت تخضع لسيطرة أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية ولكن من المحتمل أن يتم تطويقها من قبل القوات الروسية مشيرة إلى أن البنية التحتية للمدينة تعرضت لضربات روسية مكثفة. هنا نتحول الآن مشاهدينا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية وبالتحديد حول حظر منشأة نووية في أوكرانيا. للمجلس أدعو مندوب أوكرانيا إلى المشاركة في هذا الاجتماع، تقرر ذلك. وعملا بالقاعدة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس أدعو المحيطين الآتين إلى المشاركة في هذا الاجتماع: السيدة دي كارلو وكيلة الأمين العام لشؤون بناء السلام، والسيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سوف يشارك معنا كما ترون على الشاشة من على متن الطائرة، وأمل أن يكون الاتصال جيدا، تقرر ذلك. مجلس الأمن سوف يباشر اليوم النظر في البند الثاني من جدول الأعمال، وأعطي الكلمة إلى السيدة دي كارلو. السيدة الرئيسة، الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد القتال في أوكرانيا. المدن الأوكرانية تتعرض اليوم للحصار وتتعرض لاعتداءات متكررة. أكثر من 1,000,000 أوكراني قد عبروا الحدود الأوكرانية وتم الترحيب بهم في البلدان الأوروبية المجاورة، ونحن نثني على هذا الدعم والتضامن. كل الذين يطلبون اللجوء يجب أن تؤمن لهم الحماية من دون أي تمييز. ملايين الأوكرانيين الذين يبقون في أوكرانيا يتعرضون للقصف غير القصف العشوائي والثقيل وعدد الإصابات في تصاعد مستمر. الأمم المتحدة تزيد من مساعداتها الإنسانية في أوكرانيا لكي تستجيب إلى الأزمة المتفاقمة. السيدة الرئيسة، الأمين العام يتابع بقلق بالغ تقارير القتال في حول المحطة النووية
النووية زابوريتزيا في أوكرانيا، وأن النار قد أثرت على نظام التبريد في هذه المنشأة النووية، والعمليات العسكرية حول المواقع النووية وسائر البنى التحتية المدنية ليست فقط أمرا غير مقبول، ولكنها تبين كذلك انعداما للمسؤولية. ونعرف تماما الدمار الذي يمكن أن يتسبب به حادث نووي، فحادث تشيرنوبيل في العام 86 مثال حي عن لماذا من الضروري أن نتأكد من أن كافة المنشآت النووية تخضع لأعلى درجات السلامة والأمان، ويجب أن نبذل كل الجهود لكي نتجنب حادثا نوويا كارثيا. إن شجاعة الموظفين الأوكرانيين الذين يستمرون في تأمين سلامة المنشآت النووية خلال هذه الأزمة أمر يستحق الثناء. السيدة الرئيسة، إن الاعتداء على المنشآت النووية مخالف للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقات جنيف الذي ينص واقتبس الأعمال والمنشآت، ولا سيما المولدات يجب ألا تخضع لأي اعتداء حتى عندما تكون هذه الأهداف أهدافا عسكرية. إذا كان هذا الاعتداء سوف يؤدي إلى انبعاثات خطيرة ويؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة في صفوف. نواصل نشرتنا، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير 1812 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال عملياتهم العسكرية. وأوضح كوناشينكوف أنه تم تدمير 65 مركزا للقيادة ومراكز اتصالات للقوات الروسية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 56 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز S-300. وافق مجلس النواب الروسي الدوما على إجراء تعديل بتجديد عقوبة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي. يتضمن التعديل الجديد تجديد عقوبة نشر معلومات كاذبة عن الجيش إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدت المعلومات الكاذبة إلى عواقب خطيرة على القوات المسلحة. كما ينص التعديل أيضا على معاقبة من يثبت قيامه بإطلاق دعوات لفرض عقوبات على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا. نشرتنا متواصلة معكم وفيها: مصر تدين حادثة تفجير إرهابي استهدف مسجدا بمدينة بيشاور الباكستانية. أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة بيشاور الباكستانية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة وتمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله. إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 56 قتيلة. وقال مسؤول في مستشفى محلي والذي نقل إليه معظم ضحايا الانفجار، قال إن عدد المصابين بالمستشفى بلغ 194 شخص. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار قرار رسمي بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وأوضح المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن،
مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في المواد المقرر لها وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعلنة مسبقا. استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزير المالية محمد معيط، وذلك بمقر تنسيقية بجاردن سيتي. وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما أوضح معيط خطة الوزارة للتحول الرقمي وكيفية مواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد الأزمة الأوكرانية. هي تجربة مميزة، ويعني اعتقادي ان التجربة في حد ذاتها كويسة جدا جدا. الغالبية في التنسيقية شباب، كفاءات قادرة ان هي مع الوقت القضايا بتاعت الوطن وفي كل مجالات اقتصادية وسياسية هتساعد في وجود اجيال نقدر نعتمد عليها وتقدر تعتمد عليها مصر في خلال المرحلة القادمة. انا استفدت جدا، والتنسيقية يعني حريصة على التكامل بين كل الاطراف، واحنا بنستفيد واعضاء التنسيقيه بتستفيد انها تبقى شايفه الدوله المصريه شغاله ازاي وايه التحديات اللي بتواجهها وازاي نطرح حلول من خلال نوابنا وزمايلنا الاعضاء في التنسيقيه. تم النهارده حوار منفتح للغايه ما بين الوزير وما بيننا كاعضاء للتنسيقيه. تم عرض الوزير لرؤية الوزارة الخطة المالية اللي ماشية بيها مصر الفترة اللي فاتت والمتوقع تنتهجها الوزارة الفترة الجاية. اللقاء مع الدكتور معيط وزير المالية كان يعني ده إضافة لسلسلة اللقاءات اللي بتعملها التنسيقية مع المسؤولين في الدولة سواء وزراء أو رؤساء هيئات. أهم اللي اتكلمنا عليه، أهم مشاكل اللي بتواجه الموازنة بعد تعافي الدولة من كورونا اللي احنا لسه بعض أثارها. اتكلمنا في أزمة روسيا وأوكرانيا والدولة والحكومة بدأت تجهز ازاي، لأن طبعا في أثار هتزيد عالميا يعني زي أثار البترول وأسعار القمح. طرقنا لعدد كبير جدا من الموضوعات، يمكن كان أهمها الإطلاق بالنسبة لي كان دور التحول الرقمي في الوزارة وكيفية انعكاسه أو تأثيره على زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة تحليل المشروعات بشكل عام في مصر وأهميتها وأولوياتها وكيفية تمويلها. إزاي الوزارة عاملة إدارة للأزمات، إزاي هنقدر نجابه مثلا الزيادات في أسعار القمح أو البترول خلال الفترة الجاية، إيه السيناريوهات اللي الوزارة حطها استعدادا لهذه الزيادات بدون ما يبقى في تأثير على المواطن البسيط. تطرقنا كمان للشراكة مع القطاع الخاص، ازاي يتم استثمار وضخ استثمار مع القطاع الخاص. لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات معرض صنع في دمياط الذي يقام حتى 12 من مارس الحالي في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة دمياط. للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، دعنا في أجواء المعرض ويعني أهم ما يميز المعروضات فيه. نعم إيمان، تحية لك في البداية. في اليوم الثاني من معرض صنع في دمياط هناك إقبال كبير جدا من المواطنين شهده اليوم، ربما لأن اليوم هو يوم جمعة وبالتالي هو إجازة رسمية في القاهرة الكبرى وفي المحافظات المجاورة. معرض صنع في دمياط يتميز بمعروضات ومنتجات عالية من الجودة من منتجات دمياط ومدينة دمياط للأثاث، وذلك بأسعار تنافسية. هناك 62 عارضا ومصنعا يشاركون في هذا المعرض الذي تستمر فعالياته لمدة 10 أيام حتى 12 من مارس الحالي، ويفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء هنا في جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر والموجود في شارع صلاح سالم. تحدثت مع عدد من المواطنين القادمين
من مناطق ومحافظات مختلفة، هناك من القاهرة وهناك أيضا من محافظة السويس قادمين لشراء هذه المنتجات، يعتبرونها فرصة جيدة للغاية للتمتع بالخصومات التي يوفرها المعرض. هناك خصومات وتصل إلى 20 و30%، بالإضافة إلى أن بعض العارضين والمصنعين يقدمون عروضا خاصة للمواطنون هنا في القاهرة الكبرى، وهو أن يتم فرش الشقة بالكامل في مبالغ تتراوح من 30,000 و 45,000 جنيه. كما ذكرت أيضا أني تحدثت مع عدد من المصنعين والعارضين، والذين تحدثوا أن المعرض يوفر لهم فرصة جيدة جدا أيضا لعرض منتجاتهم للقاهرة أو لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، بدلا من أن يضطر المواطنون للسفر والذهاب لمسافات طويلة إلى مدينة دمياط، فإن معرض أو معارض دمياط جاءت إليهم هنا في القاهرة. هذا المعرض يتم أيضا تنظيمه خلال هذا العام في شهر يونيو القادم بإذن الله، وهناك معرض آخر في شهر ديسمبر، كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن مراحل مختلفة لتنظيم معرض صنع في دمياط في عدد من أو مواعيد مختلفة من هذا العام، وذلك أيضا لتوفير معروضات دمياط لأهالي القاهرة والمحافظات المجاورة. بشكل عام هناك حالة من الرضا الكبير سواء من المواطنين الذين تحدثوا عن خامات عالية الجودة وأسعار تنافسية، أو من قبل المصنعين والعارضين الذين أيضا تحدثوا عن إقبال كبير يشهده المعرض في يومه الثاني وزخم كبير من المواطنين. وهناك أيضا حالة أو عمليات شراء كبيرة، يتم حجز غرف نوم وغرف أطفال وسفر وأنتريهات وغيرها من التصميمات المودرن والكلاسيك التي يوفرها معرض صنع في دمياط هنا في القاهرة. إليك إيمان وزملائي في الاستوديو. نعم، أشكرك جزيلا أحمد الحسيني من معرض صنع في دمياط. بمشاركة أكثر من 350 عارضا من جميع أنحاء الجمهورية، تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، ويستمر المعرض في نسخته الثانية حتى 7 من مارس الجاري تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. للمزيد في هذا التقرير. بمنتجات من أرض الذهب والخير تحمل عبق جنوب البلاد العطر، هنا تحدثت أيادي سيدات النوبة بمنتجات يدوية تعبر عن ثقافة أصيلة، وذلك من خلال مشاركتهن بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية كضيف شرف في دورته 72 التي تستمر حتى 7 من مارس الجاري. الدولة بتهتم بالصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة بصراحة ربنا، وبتشجع، واحنا ده يمكن لمس في الزيارة الأخيرة لسيد الرئيس لما دخل علينا المعرض والمنتجات اليدوية وسألنا انتوا عايزين ايه او ايه العائق، قلنا له العائق ان احنا البضاعة بتبقى موجودة عندنا والمشغولات بتبقى موجودة عندنا، ولكن في كساد، فعايزين ان احنا نطلع الحاجات دي، لان السنين اللي فاتت دي سنتين ثلاثه اللي فاتوا دول يعني الدنيا كلها كانت في ازمه، مش اسوان بس او النوبه بس. المشغولات اليدويه اللي احنا شغالين فيها طبعا خوص وجلد وخرز، ده طبعا تراثنا يعني، والمقاطيف برضو تراثنا يعني، ده احنا اللي بنعملوها. فما بين السجاد اليدوي والمنتجات الجلدية والنحاسية يشارك بهذه النسخة من معرض ديارنا ما يزيد عن 350 عارض وعارضة من مختلف المحافظات، بدعم من قبل الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لتمكينهم اقتصاديا، ووسط إقبال من الجمهور الذي يثني على جودة التصميمات وتناسب الأسعار. الحقيقة احنا بنشكر وزارة التضامن الاجتماعي اللي شاركتنا في معرض ديارنا، ومن خلال المعرض احنا بنعرف الزبون لان احنا مصنع اصلا مالناش معارض في القاهرة، فطبعا بنطلع المعرض تبع وزارة التضامن بالزبون بيعرفنا من خلال المعرض. الدولة بدأت تهتم بالحرف اليدوية بقالها 4 سنين وبدأت دلوقتي بزيادة، وده حاجة كويسة، واحنا بس كل اللي يهمنا التسويق والدعاية. أهمية كبرى يحظى بها معرض ديارنا السنوي، فقد حقق خلال الأسبوع الأول إيرادات تصل إلى ما يزيد عن 3.5 مليون جنيه مصري. عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين. جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية. سيادتك فندم مشرفنا النهاردة في مشروع امتداد محور جوزيف تيتو. المحور ده فندم استكمال لمرحلة تطوير المحور جوزيف تيتو اللي بدأناه من تقاطع مع شارع عبد الحميد بدوي حتى أسفل كوبري الحرفيين بطول 6 كيلومتر بعرض 7 حارة مرورية لكل اتجاه بيربط من مناطق مصر الجديدة أسفل كوبري الحرفيين منه على محور جسر السويس. سيادتك أمرت يا فندم بتوجيهات سيادتك إن احنا نبدأ نطور الجزء من أسفل كوبري الحرفيين حتى تقاطعه مع محور الدائري ليصبح إجمالي عدد حارات 10 حارة مرورية بواقع 5 حارة مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إن احنا عملنا 400 متر طريق خدمة لمنطقة المصانع والورش اللي في بداية المشروع من أسفل كوبري الحرفيين. سيادتك فندم الجزء ده من أهم الأجزاء اللي تم بعد توجيهات سيادتك إن احنا نطورها، لأن بالجزء ده فندم احنا كده ربطنا خلقنا محور جديد بطول حوالي 35 كيلومتر بيربط فندم سيادتك بدايته من الدائري الأوسطي وبينتهي يا فندم بورورة بعدل منصور بينتهي على محور الفريق العصار منه على محور شبرا بنها أو باستخدام شارع بورسعيد ومنه على محور تحيا مصر. سيادتك فندم بدايته من الدائري الأوسطي. سيادتك بيربط عند منطقة الشروق بياخد كل القادمين من مناطق مدينتي العاصمة الإدارية طرق القادمين من وجه من مدن القناة مستخدمين للدائري الأوسطي المتجهين لمناطق شمال القاهرة وغرب القاهرة في منطقة السواح والأمرية مروراً من الدائري الأوسطي مروراً بقاعدة المشير حسين طنطاوي بيربط أول حاجة فندم على محور بيقابلني أول ربط بيربطه على محور الفريق سعد الشاذلي منه فندم بيربط على مناطق الإسماعيلية القادمة الإسماعيلية على مناطق العبور وبالبيس بعد الداء سعد الشاذلي فندم بيتم تقاطعه مع الطريق الدائري وأقدر أخد في تقاطع الطريق الدائري أقدر أتجه في اتجاه الطريق الزراعي اسكندريه الزراعي او اتجه في اتجاه المعادي والاهرامات. بعد كده يا فندم في الجزء اللي سيادتك مشرفنا فيه بنوصل اسفل كوبري الحرفيين ودي من اهم نقط الربط اللي موجوده على المحور لانها فندم في النقطه دي بالظبط انا ربطت على اكتر من محور واكتر من بديل لحريه المواطنين. سواء ربطت على جسر السويس يا فندم لمناطق السلام والحرفيين او سيادتك استخدمت المرحله الاولى اللي هي جوزيف تيتو اربط بيها على مناطق مصر الجديده والشيراتون ومطار القاهره. أو سيادتك استخدمت محور عدل منصور وفي محور عدل منصور يا فندم أنا عندي هنا أكبر محطة تبادلية هتبقى موجودة ودي اللي بنطور حواليها طرق المنطقة كلها بالكامل لأنها هتبقى شاملة أكتر من حركة المواطنين وأكتر من وسيلة نقل في محطة النقل التبادلية لمحور المستشار عدل منصور. سيادتك استخدام المحور المستشار عدل منصور بوصل بيه المناطق يا فندم الأربعين ومناطق المرج ومناطق السلام داخل المحور ومنه يا فندم بتقاطع مع الطريق مع مترو عين شمس ومناطق عين شمس ومنه بخرج على محور فريق عصار او باجي يا فندم باستخدام شارع بورسعيد واطلع منه على محور تحيا مصر. في المحور ده سيادتك فندم شرفتنا دلوقتي يا فندم بزياره برضه يا فندم شارع عمر المختار اللي هو شارع مهم جدا يا فندم ان احنا حررنا فيه الحركه ان هو بيستخدم المنطقه دي برضه يا فندم ان انا اربط المحور اللي انا شغال فيه دلوقتي بيربط بمناطق السواح والاميريه والمناطق دي كلها بالكامل يا فندم كانت منطقه صعوبه جدا لحركه المواطنين عشان يتحرك من المنطقه دي يا فندم كان عشان يستخدم طريق اسماعيليه او طريق السويس كان بيلجا يا فندم ان هو بيطلع مثلا حلوله التقليديه اللي هو يطلع على صلاح سالم او الاوتوستراد وده كان بياخد وقت طويل جدا يا فندم. دلوقتي يا فندم مناطق السواح والاميريه والقبه
لو استخدموا شارع عمر المختار ومنه على المحور بتاعنا فندم يقدروا يوصلوا في توقيت تقريبا يوفر حوالي 75% من التوقيت اللي كان بيستخدمه في زمن الرحله القديمه. شارع عمر المختار ده فندم طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر بيربط بين المستشار عدلي منصور محور المستشار عدلي منصور وشارع السواح، مرورا بالفريق العصار، مرورا بشارع الترولي، مرورا بشارع الكابلات، ومنه على شارع بورسعيد، ومنه على محور تحيا مصر. ده بالنسبه يا فندم لشارع عمر المختار، وتم عمل فيها فندم اثنين عمل صناعي كوبري سيارات للتقاطع عشان يبقى فيش تقاطعات فيه كله يبقى كله حرزه. التقاطع الاول مع شارع الترولي والتقاطع الثاني يا فندم في شارع الكابلات امام حي الاميريه. ده بص يا انا كنت جاي دلوقتي من المحور عدلي منصور والعصار والمنطقه بتاعت المرج والمطريه وكده. شوف ايه اللي احنا نقدر نوسع بيه على الناس في المناطق دي. تمام سيادتك فندم. نوسع بيه يعني لان حتى اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي ما زالت الكتله اللي موجوده كتله ضخمه جدا. تمام. وحركتها تصور محتاجه ان احنا نساعد فيه اكتر من كده. تمام سيادتك فندم. بجميع الاحوال احنا هنعوض الناس. تمام يا فندم. طيب ايه تاني؟ سيادتك فندم بناء على تعليمات سيادتك برضه فندم سيادتك بتقول على موضوع الكتله سيادتك الخطوط باللون الازرق دي يا فندم دي سيادتك كلها المرحله اللي سيادتك صدقت عليها ان احنا نبدا نشتغل في المنطقه دي بالفعل يا فندم جنوب الدائري في المنطقه بتاعه المرج وعزبه النخل. ودي سيادتك فندم احنا بالفعل بدانا دلوقتي يا فندم حصر المرافق فيها وبنقوم باعمال الاعمال الصناعيه وبننسق مع كل جهاز اجهزه الدوله في نقل وحمايه المرافق. ودي سيادتك فندم سيادتك لو شفناها دلوقتي فندم باذن سيادتك يعني دي خلق فرص كتير للحركه وبتخلق الحركه اللي هي في التكتلات السكنيه الكبيره قوي منها فندم شارع مثلا شارع مؤسسه الزكاه ده سيادتك فندم شارع كبير جدا بيوصل من الدائري وبيوصل يا فندم ان هو كان بيربط عندي في الاخر على محطه المترو على شارع اسمه ترعه الجبل. سيادتك الشارع ده دلوقتي يا فندم هيتم تطويره بالكامل وهنربطه يا فندم على محور الخصوص اللي سيادتك احنا شغالين فيه دلوقتي برضه اللي هو بقى محور جديد هيربط مع الدائري بالتنسيق مع وزاره النقل يا فندم. وده جري العمل فيه يا فندم ونسبه التنفيذ فيه تقريبا 85% وده اللي بيربط برضه يا فندم المحور اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو محور جوزيف تيتو وعدل منصور مع الخصوص وبقى عندي اكتر بديل من الدائري. احسن سيادتك يا فندم سيادتك شرفتنا يا فندم في زياره يوم 3/12/2021 قبل 3 شهور يا فندم وسيادتك كنا بنتكلم في محور لطف الخفيه النادي ان سيادتك الاعمال الصناعيه اللي اتعملت على الدائري في الفتره دي اعمال صناعيه كتيره جدا وكانت دي بتخلي التعدد الحركه وبتسهل الناس المواطنين الحركه. سيادتك فندم احنا كنا واحنا يوميا كنا موجودين كنا احنا بنتكلم ان احنا عملنا 8 عمل صناعي. سيادتك النهارده بقوا 9 بعد سيادتك في زياره محور المهندس صباح الله الكفراوي بقى عندي 9 اعمال صناعيه جديده يا فندم بعد 3 شهور من الزياره اللي سيادتك شرفتنا فيها. الاعمال دي يا فندم على سبيل الحصر سبيل المثال فندم لسه الحصر عندي يا فندم التقاطعات بقت 15 عمل صناعي 9 عمل جديد قول 15 كوبري 15 كوبري ونفق يا فندم بتاع متعدده ما بين كوبري ونفق. التسع اعمال جديده خالص يا فندم عندي 3 اعمال اللي هو باللون الازرق ده يا فندم دول تم تجديدهم وتطويرهم وعندي 3 كانوا على الوضع القديم بتاعهم يا فندم. التقاطع الاول يا فندم مثلا تقاطع طريق بالبيس مع طريق الدائري وده حرر الحركه خالص تماما في منطقه الموقف العاشر ودي سيادتك فندم بيقلع الحركه كلها بالكاد من القادمين من مدينه الاسماعيليه او من مناطق بالبيس والعبور الى مناطق جسر السويس ومنها الى الدائره يا فندم. كوبري جوزيف تيتو اللي سيادتك مشرفنا فيه ده اعلى الدايره فندم ده بيجيب المناطق اللي جايه من الدايره الاوسطي كله بالكامل مناطق القاهره شرق القاهره كله بالكامل بيجي على مناطق فندم وسط البلد وعلى مناطق مصر الجديده وشيراتون والكلام والمطار. كوبري قاعده المشير طنطاوي فندم وده كوبري بيستخدم دلوقتي الدوران وبيستخدم داخل قاعده المشير طنطاوي الى الدايره الاوسطي. محور لطفيه النادي يا فندم وده محور بيربط مناطق الشيراتون ومدينه نصر ومدينه ومصر الجديده بمناطق التجمعات كلها بالكامل يا فندم طريق السويس منه على العاصمه الاداريه منه على الدائري الاوسطي ومنه على الدائري الاقليمي. دايره تقاطع السويس نفس الوظيفه يا فندم قريبه من نفس الوظيفه بس ده فندم بيسهل بيخلي يخفف الحركه شويه عن طريق الاربعه ونص او طريق السويس وبيبدل بيبقى عندي بديل ثاني للحركه. كوبري تقاطع سمير غانم يا فندم برضه بيبدل بياخد الحركه من مناطق التجمعات بينقلها لي داخل يا فندم بيربط على محور شينزو ابي ومنه يا فندم على الاسمرات والمقطم والدايري في اتجاه المعادي. فريال صالح يا فندم بيربط زهراء مدينه نصر ومدينه نصر بالكامل الى التجمعات كلها بالكامل يا فندم. المشير طنطاوي زي ما هو موجود يا فندم ده اللي رابط ما بين التجمع والتجمعات والمحور الشهيد ومنه يا فندم على جهان السادات وعلى مناطق وسط البلد. كده احنا عملنا 9 محاور. 9 محاور بالاضافه ان كان موجود 6 فندم قبل كده فعندي دلوقتي 15 محور في مسافه يا فندم من تقاطع اسماعيليه الصحراوي مع الدايري الى تقاطع كوبري الحضارات مع الدايري في مسافه 35 كيلومتر. فبقى عندي يا فندم دلوقتي حريه للحركه من اكتر من مكان واكتر من اتجاه
وبقى المواطن دلوقتي فندم عنده اكتر من طريق ان هو يتحرك فيهم، وبيخفف على المحاور اللي كانت في جوه الطياره اللي عجزت عن انها كانت تشيل المرور الكثافه المروريه دي. شكرا يا رب. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد أيضاً استكمال الأعمال الإنشائية في محور شينزو آبي، والذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول 15 كيلومتر وبواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه. سيادة المشرف، هنا فندم أعلى كوبري تقاطع محور شينزو آبي مع طريق تحيا مصر. محور شينزو آبي يا فندم بطول 15 كيلو متر، بيبدأ من تقاطعه مع محور الشهيد لنقل الحركة المرورية داخل مناطق مدينة نصر ثم مدينة الأمل، ثم موازيا لطريق السويس، ثم عبورا للطريق الدائري داخل القاهرة الجديدة، ووصولا عبر طريق محور السادات حتى العاصمة الإدارية الجديدة. سيادتك صدقت يا فندم لتحرير الحركة المرورية على المحور ده فندم ب 18 عمل صناعي، 10 كوبري، 5 نفق، 3 كوبري مشاكل. بيبدا الكوبري الاولاني فندم في تقاطعه مع محور الشهيد، الكوبري ده جاري العمل فيه ان شاء الله يا فندم يخلص في خلال شهر 4. الكوبري الثاني تم الانتهاء منه في تقاطعه مع حسن المأمون، الكوبري الثالث في تقاطعه مع محور الميثاق، الكوبري الرابع في تقاطعه مع شارع مصطفى النحات. كوبري على مدينة الأمل ده كان تحدي كبير جدا يا فندم، لأن الكوبري بطول 1.8 كيلومتر، بيعبر مدينة الأمل وليتاحد الحركة وسهولة للمواطنين. استقمرت ان احنا نخلق طريق سطحي تحت الكوبري، فكان التحدي ان احنا نعمل نظام الكوبري بنظام العمود الواحد يمكن وصل لقطر 2.5 متر وارتفاع 17 ل 18 متر، عشان نقدر نوفر طريق سطحي ونحول مدينة الأمل من مدينة مصمتة لمدينة يسهل الدخول والخروج فيها، غير التحديات اللي كانت موجودة يا فندم عبر أبراج الضغط العالي والمرافق اللي تم تحويلها. الكوبري يا فندم بعد كده نزلنا عند موازين لطريق السويس، نزلنا للكوبري مدخل جردنيا اللي هو طوله 480 متر، وده جاري العمل فيه يا فندم عشان ستك، وده إن شاء الله يخلص في خلال 15 يوم. والكوبري اللي ستك مشرفنا فيه هنا يا فندم بطول 520 متر، قطعة حرم مرورية كل اتجاه، ثم استكمال موازين لطريق السويس عبر 5 أنفاق لخدمة أرض مدينة نصر، ثم عبورا للطريق الدائري من طريق كوبري الفنان سمير غالب، وندخل القاهرة الجديدة استكمالا ووصولا حتى العاصمة الإدارية. كده فندم يبقى حققنا محور جديد داخل القاهرة يقلل حجم الحركة على المحاور القديمة الطريق الدائري وطريق مصر السويس، وبيقلل استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة. بدأنا بالفعل فندم في التوسعة زي ما سيادتك شايف كده، وابتدينا ناخد المخرج، وان شاء الله استكمالا هنا عشان في موضوع مرافق فبنبدا هناخد السطح اللي داخل. يعني انا دلوقتي بدينا السطح اللي خارج، وان شاء الله يا فندم نبدا السطح اللي داخل. انا بس معلش اللي جاي من هنا وعايز يخش يمين كده، سواء داخل الكوبري او داخل سطحي، اديني هنا ما تخليهاش 5، تمام، خليها 7، خليها او عمر، خلي الارض فاضيه اهي او عمر مش كده. حاجه تاني؟ شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شرف. افتتحت مديرية أوقاف دمياط برئاسة وكيل وزارة الأوقاف محمد سلامة مسجد الرحمن الرحيم في مدينة دمياط الجديدة. يقع المسجد على مساحة 600 متر مربع بتكلفة تبلغ 5 مليون جنيه تبرعا كاملا، وأكد محمد سلامة على استمرار افتتاح المساجد في كل مكان، مما يعكس وعي الدولة الكبير بعناية المساجد عناية خاصة. هذا الصرح المبارك الذي تكون من عدة أدوار، الدور الأول مساحته 600 متر وهو يسع أكثر من 500 مصلي، والدور الثاني هو صندرة للنساء، غير ذلك تحول حول المسجد مساحة كبيرة إن شاء الله ستستغل في هذا البناء وتكملة هذا البناء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكلل عمل كل من بنى وجمل وحسن هذا العمل في ميزان حسناتهم، وأن يبني لهم إن شاء الله بنيانا جميلا
بصنع الله الذي أتقن كل شيء في الجنة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. والآن مشاهدينا نتحول لأهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ميرفت المليجي، إليك ميرفت. شكرا هبة وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع وفد من شركتين الإيطالية استعدادات الشركة لضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، وذلك وفقا لاتفاق الالتزام الموقع في شهر ديسمبر الماضي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله. كما بحث الجانبان خطة تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الانتاج، وكذلك موقف مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها إني في المزايدة العالمية الرقمية الأولى، والتي تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج، فضلا عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات. يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي معارض أهلا رمضان اهتماما خاصا، حيث وجه بالتوسع في نشر تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على سلعة بتخفيضات كبيرة. هذا ومن المقرر أن تبدأ معارض أهلا رمضان في الفترة من 24 من مارس الجاري إلى 1 أبريل، على أن يكون المعرض الرئيس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. ومن المقرر أن تتراوح التخفيضات ما بين 20 إلى 25%، ويصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث وصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات في البورصات العالمية ليصل إلى 1948 دولارا الأوقية. وعلى الصعيد المحلي فقد سجل الذهب عيار 18733 جنيها، وعيار 21854 جنيها، وعيار 24 سجل 975 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 6832 جنيها. قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع روسيا من الاستفادة من حيازتها من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولية. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة وشركائها الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشركاء المتاحين داخل منظومة معاملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي لن يجروا حتى الآن أيا من هذه المبادلات، مشيرا إلى أن موسكو تواجه عقوبات كبيرة في هذا الشأن. نهاية أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى لإيمان وهبة، إليكما. شكرا جزيلا لك ميرفت. ولم يتبقى لنا في نهاية نشرتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. استمرارا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بوتين يدعو الدول المجاورة إلى عدم الانخراط في مسارات التصعيد. تواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية بمشاركة 350 عارضا. تتم نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.